الزمالك بيواصل سلسلة الفوز التاسع ليه على التوالي في الموسم الحالي تحت قيادة البروف، وبيأكد خطواته نحو التتويج باللقب الثاني ليه على التوالي. وأحمد السيد زيزو بيحقق أعلى معدل نقاط للاعب في جولة بعد ما سجل هاتريك وصنع هدفين وخد كمان بونص عشان ياخد 26 نقطة، كينج اللعبة. أما الأهلي بيزاحم بيراميدز على المركز الثاني بعد فوزه على المصري في مباراة صعبة جدا حصل فيها شدة أعصاب في آخر اللقاء، لكن حسام حسن لاعب الأهلي قدر إنه يحسم الجدل ويسجل الهدف الثاني وهدف الفوز للأهلي في الدقيقة 96. كل ده وغيره حصل في الجولة 30 من الدوري المصري. أنا أحمد غالب ودي حلقة جديدة من فانتازي الدوري المصري. بداية كده وحشتوني ومش حيشني عنكو غير الحاج عامر حسين اللي انا عذره، لان عشان نخلص الدوري ما قدموش حل غير انه يلحم الجولة في الجولة اللي بعدها. مفيش حد الدوري بتاعه مكمل لحد اخر اغسطس غير الدوري بتاعنا، اخطر دوري في العالم. بدأت الجولة 30 بمباراة انبي وسيراميكا كليوباترا اللي خلصت بالتعادل السلبي 0-0. سيراميكا في المركز التاسع وانبي في المركز العاشر بنفس عدد النقط 35 نقطة لكل فريق، وده كان السبب الرئيسي إن نتيجة المباراة تخلص بالتعادل السلبي لأن الفرقتين كانوا متحفظين وكل فريق اكتفى بالنقطة. أما بقى في ديربي الكرة الدفاعية ما بين علاء عبد العال مدرب إسترن كومباني وطارق العشري مدرب طلائع الجيش خلص برضو بالتعادل بس 1-1. وزي ما الأهلي بيزاحم بيراميدز على المركز الثاني، فبيراميدز برضو بيزاحم الأهلي بعد فوزه على غزل المحلة بهدفين عن طريق إسلام عيسى اللي قدر إنه يسجل ويصنع هدف لفخري لقاي. أما في مباراة الزمالك ومصر المقصة، فأحمد السيد زيزو قرر أنه يركب الجناحات علشان يقدم أفضل أداء فردي في تاريخ الفانتازي في الدوري المصري. أحمد السيد زيزو سجل 3 أهداف وصنع هدفين لسيف الجزيري اللي بالمناسبة متألق جدا في آخر مباريات الزمالك، ده غير طبعا أنه كان لازم ياخد بونص على الأداء التاريخي ده عشان المباراة تنتهي بنتيجة 5-0. وفاركو قدر أنه يفوز على البنك الأهلي بهدف من ركلة الجزاء سجله أحمد مودي علشان ياخد 14 نقطة. وفي مباراة صراع القاع ما بين المقاولين والجونة كل فريق اكتفى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. اما الاهلي قدر انه يحصد 3 نقط بعد فوزه على المصري بهدفين عن طريق رامي ربيعة وحسام حسن في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة. وكعادة كل حلقة ده وقت الترشيحات للعيبة تكون في فريقك للجولة 31. أول مباراة في الجولة 31 هتكون ما بين إنبي وطلائع الجيش. إنبي عايز يحافظ على مركزه فما اعتقدش إنه هيلجأ للهجوم قدام طلائع الجيش، فللمدربين اللي عندهم إيبوكا أو مصطفى شلبي يستحسن إنك تخليهم دكة. أما بالنسبة للطلائع فأداء طارق العشري الدفاعي المبالغ فيه ما يشجعكش إنك تاخد حد من الفريق، وانا توقعي ان الماتش ده هيخلص 0-0. اما في مباراة المصري والاسماعيلي فخسارة المصري قدام الاهلي هتخلي العميد الفوز بالنسبة له امر ما فيهوش اي تهاون، وعشان كده ارشح لك من المصري الياس الجلاسي، لعيب لمسته مختلفة في الكورة وممكن بكرة واحدة يشكل لك خطورة ويصنع هدف او ممكن كمان يسجل. مباراة إسترن والاهلي، إسترن بيصارع للهروب من الهبوط وفي المقابل الاهلي بينافس على المركز الثاني، وبالتأكيد الأفضلية في اختيارك هتكون رايحة للاعيبة الأهلي لأن الأهلي لاعبته هتلعب دبل الأسبوع ده. عندك في خط الدفاع من الأهلي محمد أشرف بما إن علي معلول مش هيلعب. محمد أشرف لسه متصعد وأداؤه الهجومي جيد جدا وممكن يعمل أسيست لو بدأ، وبما إن سواريش بيشرك بيرسي تاو بشكل أساسي في مبارياته مع الأهلي الفترة الأخيرة فممكن يكون خيار كويس، بس لو عايز لعيب رخيص قدامك أحمد السيد غريب مهاجم الأهلي الناشئ، برضه مهاجم ظهر بشكل كويس قدام الاتحاد السكندري وممكن يبدأ بشكل أساسي قدام إستر. من ماتش مصر المقصة والمقاولين مش هقول كلام كتير، ما تختارش حد من الفريقين. اما بالنسبة لمباراة فاركو والزمالك فانا مستعد بصملكم ان كلنا عندنا احمد السيد زيزو في تشكيلاتنا ومكابتنينه كمان، فسيبوه هو على وضعه. عندك في خط الهجوم من الزمالك سيف الجزيري لازم يكون في تشكيلتك. اما بالنسبة لخط الدفاع فعندك احمد فتوح، وفي خيار تاني عندك ان امام عاشور يكون عندك في خط النص عامل اداء استثنائي الموسم ده. مباراة بيراميدز وسموحة بعد عودة عبدالله سعيد ورمضان صبحي بعد الإيقاف بسبب الإنذارات، اللاعبين لازم يكونوا في تشكيلتك في الجولة 31. مباراة فيوتشر وسيراميكا فأنا ميال أكتر للاعيبة فيوتشر. عندك في خط الوسط أحمد رفعت
او ايمن الصفاقسي، وفي خط الهجوم المهاجم الخطير جدا احمد عاطف. اما بالنسبه لمباراه الاتحاد السكندري والبنك الاهلي فانا هراهن على لعيبه البنك، خاصه ان ادائهم ثابت الفتره الاخيره على عكس لعيبه الاتحاد اللي ادائهم في هبوط الفتره اللي فاتت. هيكون في تشكيلتي ناصر منسي في خط الهجوم، وفي خط الوسط محمد هلال. اخر مباراه في الجوله 31 هتكون مباراة مؤجلة ما بين الأهلي والإسماعيلي، ودي مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة للأهلي علشان يتساوى في نفس عدد النقاط مع بيراميدز في المركز الثاني. بالتأكيد الحافز دوت هيدي أفضلية شوية للعيبة الأهلي، وكده كده في بداية الترشيحات أنا كنت مختار لكم 3 لعيبة من الأهلي. ودلوقتي هعرض لكم تشكيل الإعلامي إبراهيم فايق وهو بيختار التشكيل الأمثل من وجهة نظره في فانتازي الدوري المصري. كابتن ابراهيم، عايزك تختار لنا تشكيلك لفانتازي الدوري المصري على في الجول. 2 حراس، شناوي وصبحي. 5 مدافعين، هاخد معلول ناحيه الشمال وهشام صلاح ناحيه اليمين، وهاخد 3 مدافعين ممكن يبقوا مختلفين شويه عن الاسماء اللي الناس بتفكر فيها، بس الفانتازي ليها طريقه معينه عشان تجميع النقاط. يعني هاخد محمد فتح الله كماتشو بتاع غزل المحله، هاخد مودي من فاركو، وهاخد اسامه جلال من بيراميدز. حلو. 5 بقى بخط النص، هاخد قفشه وزيزو وبن شرقي ومهند لاشين ومصطفى شلبي. و3 مهاجمين، احمد عاطف، شادي حسين، عاطف فيوتشر، شادي حسين سيراميكا كليوباترا، وجون ايبوكا امبي. ده تشكيل جامد جدا، مش عارف اذا كان مقنع بالنسبه للناس ولا لا، بس هو على الاقل ده بالنسبه لي في الفانتزي ممكن يحقق لي يعني اللي انا عايزه. نعم، في اسماء كتير انا نفسي فيها الحقيقه، بس خد بالكم يا جماعه ده محدد بارقام، انا يعني لو عندي هختار ارقام تانية، بس انا يعني شايف كده، مش عارف اذا كان ده يعني مقنع بالنسبه للناس ولا لا، بس انا شايف كده. خلاص نهايه الدوري قربت وكلها 3 جولات والموسم بتاعنا في الفانتازي ينتهي، لكن بالتاكيد هحاول اني اظهر معاكم في حلقه تانية قبل نهايه الدوري. فلو اي حد عنده استفسار او سؤال يكتب لنا هنا في الكومنتات وهرد عليه في الحلقه الجايه ان شاء الله. وهنا تبقى نهايه الحلقه، اشوفكم على خير.